الرحيم. خلاص الصف الثاني الثانوي ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنحل مسائل على قانون جيب التمام. جيب التمام من كتاب مسلسل كتاب العناصر. نبدأ كده مع بعض تمارين تقيس مستوى العلم التفكير. ثلاثة هي اسم مثلث فإن جت زاوية ألف جيم ب. احنا عندنا ثلاث نقط في الأس مثلث، يعني نقدر نجيب الأبعاد الثلاثة اللي هي ألف ب ب ج ج ألف. تعالوا كده نرسم مثلث مع بعض. مثلث أهو هنا ألف ب ج. عندي نقطة ألف أساسية صفر وواحد، نقطة ب أساسية ثلاثة وأربعة، نقطة ج أساسيها واحد وثلاثة. أقدر أستخدم قانون البعد اللي هو الجذر التنبيهي مربع فرق السنين زائد مربع فرق الصادات عشان أجيب الألف ب، يعني لو الألف ب بتساوي أعمل الجذر التنبيهي مربع فرق السنين، يعني هنا الألف ب تلاتة مع الصفر تربيع، تلاتة مع الصفر تلاتة تتبعها بتسعة، مربع فرق الصادات الأربعة ناقص واحد تلاتة تتبعها بتسعة. يعني الجذر التربيعي تسعة زائد تسعة دي تسعة في اتنين، يعني تلاتة جذر اتنين وحدة طول. نجيب بعد كده الباء جيم برضو. عندنا الباء أساسية تلاتة وأربعة، وعندنا الجيم أساسيها واحد وتلاتة. نقدر نقول الجذر التربيعي مربع فرق السينات، الجذر التربيعي مربع فرق الصادات، يعني تقول تلاتة ناقص واحد اتنين تربعها بأربعة، وعندك أربعة ناقص تلاتة بواحد تربعها بواحد تطلع الجذر التربيعي خمسة وحدة طول. نجيب بعد كده البعد الأخير اللي هو ألف جيم، الجذر التربيعي مربع فرق السينات يبقى واحد ناقص صفر بواحد تربعها بواحد، وهنا تلاتة ناقص واحد اتنين تربعها بأربعة، يعني يساوي الجذر التربيعي لخمسة وحدة طول. جبنا التلات أبعاد أهو، حسب إن هو مثلث وتساوي الصافين. نقدر نجيب جتا زاوية ألف جيم ده في الزاوية دي هنا، جتا زاوية ألف جيم ب قوم نجيب التمام. عندي الباء جيم تربيع زائد جيم ألف تربيع ناقص ألف باء تربيع مقسومة على اثنين في باء جيم في ألف جيم. يعني هنربع المشروطة ونحل المشروطة يا شباب، يعني احنا طلعنا الضلع اللي هو باء جيم ده بجذر خمسة، ده طلعناه بجذر خمسة، والضلع اللي هو التاني ألف جيم طلعناه بجذر خمسة، والضلع ألف ب جبناه بتلاتة جذر. وانت عايز جبت جتا الزاوية اللي عندك اللي هي زاوية جيم، يبقى الضلعين اللي بيحصلوا الزاوية هنربعهم ونجمعهم، جذر خمسة تربع خمسة، جذر خمسة تاني تربع خمسة ناقص مربع تلاتة جذر اتنين اللي هي تطلع بتمنتاشر، نوزع الجذر تمنتاشر مربع تلاتة جذر اتنين بتسعة في اتناشر تمنتاشر على اتنين في الأول جذر خمسة في جذر خمسة، ده حصل ضرب الضلعين لحصول الزاوية. بعد كده نطلع الناتج يساوي سالب سالب أربعة على خمسة، يبقى يساوي سالب أربعة على خمسة. تمام؟ فهنشوف الاختيارات فين، الإجابة بتاعتنا هتكون الإجابة رقم ب، رقم ب. تمام؟ نشوف السؤال اللي بعده رقم اتنين، بيقول لي في الشكل المقابل لإيجاد حول هاء دال لازم معرفة الشكل المقابل. عندنا مثلث ألف جيم ها مثلث تاني، عندنا زي الجيم ها يا شباب نذكرها مع بعض في الرسمة، مثلث دال جيم ها أهو شايفينه، دال جيم ها مثلث تاني ألف جيم باء واشتركوا في نفس الرأس. قولي لي إجابة طول دال هاء لازم معرفة، هل طول القطعة ألف باء رقم باء مساحة المثلث ألف باء جيم رقم جيم بحجم محيط المثلث ألف باء جيم أي من مسار؟
أول حاجة اللي هو جاب لي ألف دال أقدر إن أنا أجيب زاوية ألف جيم باء، يعني هو جاب لي الطريقة معايا أول واحدة تنفع ليها، لأن الألف باء دي لما يجيبها لي يبقى أنا أقدر أجيب من قانون جيب التنافسية زاوية ألف جيم باء اللي هنا، وبالتالي أقدر أجيب زاوية دال جيم هاء بتقابل الرأس. طالما جبت الزاوية اللي هي دال جيم هاء هقدر أجيب بقى الضلع دال هاء. تمام. طيب رقم اتنين برضو تنفع، يعني لو عرفنا مساحة المثلث أ ب ج هنقدر إن احنا نطلع الزاوية اللي هي زاوية أ ب ج، لأن مساحة المثلث بتساوي نص حاصل درج الضلعين ودي الزاوية بينهم، أجيب الزاوية بينهم اللي هي الزاوية اللي هنا وأقدر أطلعها، وبالتالي أقدر أجيب زاوية د ج ه برضه بتقابل الرأس. رقم ج مساحة المثلث أ ب ج برضه لو عرفنا مساحة المثلث أ ب ج نقدر نجيب كل القطع أ ب، وبالتالي نقدر نعين الزاوية اللي هي أ ب ج ب ونجيب زاوية د ج ه بتقابل الرأس. يعني معرفة أي من المصلح يصلح كل ده صب، يعني كل ده ينفع، يبقى آخر الإجابة د هي أي مما صب. شوف سؤال تاني، وعند ألف دال بخمسة سنتيمتر وباء دال ستة سنتيمتر وده يجيب أربعة سنتيمتر، بيقول لي قول طول القطع ألف ب. طيب هنستفيد يا شباب إن ألف ب يساوي ألف ج، يعني أقدر أجيب ألف ب تربيع من المثلث اللي عندي اللي هو ألف دال ب، وأقدر أجيب ألف ج تربيع من المثلث اللي هو ألف دال ج. لاحظ إن الزاوية اللي عندي اللي هي ألف دال ب ألف دال ب ألف دال ج دول زاويتين متكاملتين، يعني مجموعهم 180 درجة، يعني أقدر إن أنا أستخدم جتا زاوية ألف دال ج وأحط مكان ألف دال ج هي ألف دال ب، يعني 170 ناقص ألف دال ب، فأقول إن جتا ألف دال ب تساوي سالب جتا ألف دال ج، لأنها تقع في الوضع التالي جتا في تكون سالبة. تعالوا بس نشتغل كده مع بعض، يبقى احنا نفس المثلثنا كده، ركزوا معايا عشان تقدروا تحلوها معاكم. هنا نرسم المثلث بتاعنا اهو، الواجهة الأولى المنظر ده، هنا ألف الصاد قد الصاد، هنا داء بتاعنا اهو، هنا خمسة سنتيمتر ألف جيم، هنا ستة سنتيمتر ده دال، وده الجيم طولها أربعة سنتيمتر، هنفرض عندنا الزاوية اسمها سيتا، هنا 180 ناقص سيتا. تمام. تعالوا بقى نشتغل ألف باء تربيع بتساوي ألف باء تربيع من المثلث اللي هو ألف باء دال، ألف باء تربيع بتساوي ركز معايا كده، هقول له هنا خمسة تربيع زائد ستة تربيع ناقص اتنين خمسة في ستة في جتا الزاوية اللي عايزين نجيبها سيتا، يعني خمسة تربيع زائد ستة تربيع ناقص اتنين خمسة ستة في جتا سيتا. نجد الناتج، يعني الأولى 25 زائد 36 ناقص 5 × 10، 10 × 6 = 60، جتا سيتا. دي ألف باء تربيع، دي هسميها علاقة واحد، ماشي؟ دي أول علاقة عندنا. بعد كده بنعمل إيه؟ ناخد المثلث التاني اللي هو ألف ج تربيع بيتساوي هنربع الضلعين اللي بيدخلوا الزاوية هي الزاوية 180 على الستة، يعني هقول إن خمسة تربيعها ب25 وأربعة تربيعها ب16 ناقص اتنين في خمسة في أربعة في جتا 180 على الستة، يعني لازم تكمل الزاوية 25 زائد 16 ناقص 5 × 10، 10 في 4 40 جتا 180 ناقص ستة في الجالس اللي هي سالب جتا ستة، اللي هي بتقع في الربع التاني، بتقع في الربع التاني سالب، يبقى سالب في سالب هنا تبقى موجب، يعني موجب جتا ستة.
خلاص دي هنسميها النهارده رقم 2. من 1 و2 هنلاحظ ان ا ب تربيع بتساوي ا ب تربيع، يعني العلاقتين هنساويهم ببعض. لما نسوي العلاقتين ببعض 25 هتروح مع 25، يعني ده عندك 36 ناقص 60 جتا سيتا بتساوي 16 زائد 40 جتا سيتا. تمام كده؟ لأن هو ثلاث وسعي الشاطئ. بعد كده هنودي الستاشر الناحية التانية ونطرح من الستة وتلاتين اللي عندنا، يبقى هنا ستة ناقص ستة بصفر. سيتا هنقسم على مية، هتبقى جتا سيتا 20 على مية ديت خمس، يعني جتا سيتا طلعناها في خمس. طيب نقدر بعد كده إن إحنا نجيب الضرر. هو كان في التمرين ألف ب بعوض بقى في المعادلة اللي هي الأولى عشان أجيب إيه الضرر اللي عندي. أقدر أجيب الضرر اللي هو في المعادلة اللي فوق اللي هي ألف ب تربيع معادلة واحد، أو 25 زائد 36 ناقص إيه 60 في خمس. بس كده معايا إن ألف ب تربيع بتساوي هنجمع 25 زائد 36 5 و6 11 وراحت معايا الواحد 3 و3 6 61، يعني ناقص 60 في 5، يعني تبقى 61 ناقص 60 في 5. 60 على 5 بتساوي 12، يعني 61 ناقص 12 11 ناقص 9 ب 9، وتبقى هنا 5 ناقص 1 ب 4 49، وبالتالي ا ب جذر 49 تطلع 7 سنتيمتر، يبقى هنجيب على طول القطعة ا ب يساوي 7 سنتيمتر. هنا الخطوات، خطوات الحل التمرين. مفهوم كده؟ يبقى فكرة الحل إن ا ب تربيع بتساوي ا ج تربيع. جبنا ألف باء تربيع من المثلث الأول، وألف جيم تربيع من المثلث الثاني، وهنا عارفين إن زاوية سيتا اللي هي زاوية ألف د باء وزاوية ألف د جيم متكاملتين مجموع 180، تبقى جتا سيتا اللي إحنا فاضلينها بتساوي الزاوية اللي عندنا التانية اللي هي جتا 180 زائد سيتا، يعني هنقول جتا 180 زائد سيتا ناقص سيتا اللي عندنا هي سالب جتا سيتا. خلاص عوضنا العلاقة زي ما احنا شايفين كده، سوينا علاقتين ببعض وشلنا هنا جتا 180 ناقص سيتا بنسميها السالب جتا سيتا، يبقى السالب في سالب ب 100. شوف سؤال تاني. طيب فكرة الحل ايه في المسألة؟ احنا عندنا هنا شكل رباعي دائري، يعني جتا زاوية ألف بتساوي سالب جتا جيم القصية اللي فوق، اللي جوزها 200 متكاملتين مجموعهم 180 درجة، يعني جتا ألف بتساوي جتا مفحوص 180 ناقص الألف اللي هي زاوية جيم، يعني هتبقى الجتا اللي عندك هتبقى السالب، يعني جتا ألف هتبقى سالب جتا جيم ودي زاويتين متكاملتين. قول لي مقياس قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية جيم بتساوي 180 درجة، إذا جتا زاوية ألف بيساوي سالب جتا جي. تمام؟ دي أول معلومات. طب هنعمل إيه؟ هنضطر نعمل عمل، يعني هنجذر الشكل العدلي لمثلثين عشان ناخد مرة ألف في مثلث ومرة جي في مثلث، ونقدر إن إحنا نتعامل مع زاويتين مثلثين زي ما بعضنا حاجتين، يعني فيهم جتا ألف والثانية سالب جتا جي، ونعوض في درجتين مختصرة. دي فكرة الحل. طب ايه العمل اللي احنا هنعمله؟ هنرسم القطعة بإهداف، لأن الجزء اللي بترسم هتجزأ الشكل اللي عند رباعي المثلثين. لما نرسم ألف بإعداد في درجتين مختصرة. دي فكرة الحل.
طب ايه العمل اللي احنا هنعمله؟ هنرسم القطعه ب 1 جيم ب 3 سنتيمتر. نبدا بقى نعمل الارقام بتاعتنا، ناخد مثلث مثلث، افرضنا الزاويه اللي عندنا هنا زاويه الف اهي، وهنا زاويه جيم، وهنا فكره الحل ان جتا الف بتساوي سين جتا جيم. هنبدا في المثلث الاول اللي هو الف د، مش عارف المثلث الف د ب، لان الباء د التربيع دي القاعده بتاعتنا بقى يا اولاد، كل مربع الضلع اللي عندنا دول 3 زائد مربع الضلع هو 2 ناقص 2 في 2 في 3 في جتا زي اللي عندنا. يبقى هنا دول 2 تربعها ب 4 بنشرطها، 3 تربعها ب 9 ناقص 2 في 2 في 3 في جتا الزاويه اللي هي 1000. خلاص نوجد الناتج بتاعنا، 4 زائد 9 ب 13 ناقص 2 في 2 ب 4 تعادل في 4 ب 12 جتا 1000 بيساوي ب د تربيع. بما ان هناخد المثلث التالي اللي عندنا اللي هو ج ب د عند الباء د تربيع برضو، بدل التربيع بتساوي ايه؟ في المثلث اللي هنا هنربع مربع مربع 3 يعني 4 تربيع 16 زائد 3 تربيع 9 ناقص 2 في 4 في 3 جتا زاوية ج 16 زائد 9 ب 25 ناقص 2 في 4 ب 8 3 في 8 ب 24 جتا ج. لاحظ ان بقى ده التربيع مشترك، هنساوي العلاقتين ببعض، دي العلاقة الأولى أهي، ودي العلاقة التانية، هنصلحها بعد يا شباب، نعمل كده العلاقة الأولى أهي، وكده ودي العلاقة التانية، العلاقتين دول أهو، هنشتغل عليهم الاثنين، هنصلحهم بعض، لأن أنت عندك الباء د التربية طبعا مشتركة بينهم. خلاص نساوي العلاقتين ببعض، هتساوي 13 ناقص جتا ألف ناقص 12 جتا ألف بيساوي 25 ناقص 24 جتا ج 13 ناقص 25 دي 12 ال 24 تيجي الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى هنا الإشارة بتاعتنا هتبقى الناحية التانية برضه 24 ناقص 12 هيديني كام؟ 12 جتا جيم دي نكتب مكانها سالب جتا ألف، لأن احنا عايزين نجيب زاوية جتا ألف، هو طالب مني جتا ألف، فأنت تشيل جتا جيم دي وتخليها الأول بإيه؟ بسالب جتا ألف، فميل لأن دي جتا ألف ودي جتا جيم، احنا ودينا 13 طلعناها خلاص من العدد، فتبقى هنا سالب 12 جتا ألف بتساوي موجب 24 جتا ألف. يبقى اللي عملناه غيرنا ايه يا شباب؟ السالب خليناها موجب لأن جتا ج بتساوي سالب جتا ألف. مستوعبين كده؟ ركزوا معايا بقى. ال 12 احنا بدينا ناخد تاني بس الاشاره تبقى سالب 12، نعمل كلام ان جتا الف بتساوي سالب 12 على 36، يطلع الناتج بسالب 3. دي فكره حل الايه؟ المساله مهمه جدا والعمل مهم يا اولاد في حل الايه؟ التمرين. العمل بتاعنا ان احنا رسمنا الاول ايه؟ قطعة د الباء، جزأنا المثلث بتاعنا من زاوية ألف زاوية ج 180 درجة، وبالتالي جتا ألف بيساوي سالب جتا ج، خدنا المثلث ألف د الباء تساوي 4 تربيع ناقص 16 زائد 9 لما ربع 3 ناقص 2 في 4 في 3 في جتا ج، بنبدأ التربيع سالب العلاقتين مع بعض. العلاقة دي 13 ناقص 2 ناقص 12 جتا ألف، والعلاقة التانية
اللي هي 25 مارس 2024 جت للجيم صعبة من بعض. صفينا التمرين بتاعنا، فبنلاقي الناتج اللي عندي في الآخر كده يعني جتا ألف بتساوي سالب 3 اللي هي سالب 12 على 6 وإيه؟ و30. يبقى جتا ألف بسالب 3 يبقى الاختيار بتاعنا للمخرج اللي هو باء. إجابة باء. هنقدر نطلع باء عن طريق قاعدة حاصل ضرب جزئي الوتر الأول يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني من الوترين متقاطعين في نقطة داخل الدايرة. الوتر الأولاني اللي هو ابن جي الوتر دال باء متقاطعين في الدايرة عند نقطة هاء يقدر تجيب ألف هاء في هاء جيم يساوي القطعة التانية اللي هي دال هاء في دال باء. شايفين؟ نقدر ننفذ الكلام ده عشان نجيب زاوية باء ألف هاء. إذا تقطع طراب في دائرة فإن حاصل ضرب جزئي الوتر الأول يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني. تساوي دال هاء في هاء باء. بعد كده الألف هاء بثلاثة في قطعة يجيب بأربعة يساوي دال هاء باثنين في هاء باء. يبقى هاء باء في البعض 12 على الاثنين يساوي 6. يبقى طول القطعة هاء باء يساوي 6 سنتيمتر. وبالتالي اقدر اجيب بقى خلاص جت زاوية هاء ألف باء زي ما هو عايزها، لان احنا عندنا مثلث اهو في ضلع ثلاثة وضلع ثمانية وضلع المقابل طلعناها بستة وخلاص الأمور بقت بسيطة خالص. لكن فكرتها الأول خالص يا شباب إن احنا هنجيب القطعة اللي عندنا خواص تقاطع وطريق داخل الدايرة نقدر بنقول له جتها زاوية باء ألف هاء بيساوي هنربع الدلائل اللي محسوبها ونجمعها. يعني الدلع ثلاثة يتربع يبقى تسعة، الدلع ثمانية يتربع يبقى 64، ناقص المربع الدلع المقابل. الدلع المقابل احنا طلعناه بإيه؟ ستة تربعها بستة وتلاتين على اتنين في تلاتة في ثمانية. هيطلع الناتج بتساوي 9 على 64 ناقص 36 9 و 4 13 6 و 1 7 63 ناقص 36 13 ناقص 6 ب 7 6 ناقص 3 ب 3 يعني 37 وهنا 2 في 3 8 في 3 ب 6 6 في 8 اللي عندنا 8 و 40 كوزين 37 على 48 ضربة 34 دقيقة لإجابة باء. تأكدوا برقم جيم في الشكل المقابل إذا كان قياس زاوية جيم تساوي 4/10 دائرة. لاحظ أنت عندك قوس باء دائرة، هو عايز محيط الجزء المظلل. طيب احنا ركز المثلث الكبير كده شوفه اللي هو باء جيم ألف. عندنا الضلع بستة وعندنا الضلع التاني اللي هو جيم ألف 12 وقال لنا قياس الزاوية اللي بينها من 4/10 دائري. خلاص هنقدر نطلع من المثلث الكبير ألف باء اللي عندك. ألف باء من المثلث الكبير هي ألف باء تربيع بتساوي أو 6 تربيع زائد 12 تربيع ناقص 2 في 6 10 12 فجتها الزاوية دي 4/10 دائري. ونعمل آية حسب النظام الراديان عشان نطلع عليها الناتج اللي هي دائري. الزاوية اللي هي دائري بقى تحول ميزان الآلة للدائري اللي هو راديان. تمام؟
حائط الحاجة فائدة التربية دي، وتكتب مكانها تم المقص يعني، وتقول له اتنين به شرطة وتجيب شرطة ماشي، هذا ايه موجود على 4 من 10، وعندك نص القطر موجود 6 سنتيمتر، يعني دي دايرة، يعني لو كملنا الشكل هيبقى دايرة، فده ده قوس في الدايرة، فالجيم دي مركز، فالستة دي نص القطر، لاحظين؟ الستة اللي عندي نص القطر، يبقى احنا نقدر نجيب طول القوس بقى دائرة. طول القوس اللي هو لام بيساويها دائري في نقط، بقول له بما ان لام بتساوي هاء دائري في نقط، يعني بتساوي القيس الدائري للزاوية اللي هو 4 من 10 ونص القطر اللي هو بستة، هيطلع 2.4 من 10 سنتيمتر. يبقى انت كده جبت طول القوس. بعد ما اجيب طول القوس خلاص المسألة خلصت، هتقدر بقى محيط محيط الجزء المظلل من جمعين 6.9 من 10 زائد 2.4 من 10 زائد 6 هيديني تقريبا 15، يعني ما فيها 9 و 4 13، 3 و 1 1، 7 و 2 9 9 و 6 15، يعني 15.3 من 10 سنتيمتر. ده ما هو محيط الجزء المظلل. يبقى احنا كان عندنا مثلث كبير اهو، وده قوس من الدايرة، دي كانت نص القطر بستة ونص القطر بستة، وعندنا القطعة دي بستة، وعندي القطعة دي مجهولة جبناها من المثلث بمعلومية الزاوية. اسكت بالك الزاوية دي دائري، يعني انت بتعمل على الحرف ده تعمل نظام الراديان عشان تقدر ايه تشتغل وتطلع الناتج مظبوط. تربيع زائد دي شرط تربيع ناقص ألف شرط تربيع في ظا الدال كلب في المسألة، وقال إن مساحة المثلث بتساوي 12 سنتيمتر مربع. طيب احنا عارفين مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث بتساوي نص حاصل ضرب الدرايات في الزاوية بينهم. نقدر نستفيد من المعطى اللي هو جايبه لي، أقول له بما أن مساحة المثلث بتساوي نص في مثلا ألف شرطة في ب شرطة في ج شرطة صح؟ ألف شرطة ب شرطة في ج. طيب هل بينطبق الكلام ده هنا على التسكيل؟ أنت عندك ب شرطة وعندك إيه تاني؟ وعندك ج شرطة ناقص ألف شرطة تربيع في ظا ألف. طيب إيه اللي نقدر نعمله هنا يا شباب؟ لاحظ أنت عندك مساحة المثلث جبهة ب 12، وعندك ال ب شرطة تربيع زي ج شرطة تربيع بس ألف شرطة تربيع زائد ظا ألف أنت عايز تجيب. لما تيجي نفك ظا ألف دي، ظا ألف عبارة عن دي على جتها، ونعوض مكان ب شرطة تربيع زي ج شرطة تربيع بس ألف شرطة تربيع، أنت خدت دي قبل كده، يعني دي بتفكرك بالقانون، القانون اللي هو بتاع جتا ألف. جتا ألف بيساوي ب شرطة تربيع زي ج شرطة تربيع بس ألف شرطة تربيع على 2 ب شرطة جاجي، فتقدر تشيل ب شرطة زائد ج شرطة زائد وناقص شرطة تربية دي، وتكتب مكانها تم المقص يعني، تقول له 2 ب شرطة ج شرطة جتا على كده بس عشان ما تلفوش يا شباب مع بعض ركزوا. جتا ألف بتساوي لازم أهم حاجة تخلص من دي، دلوقتي خلصت منها تقدر تساعدك في الحل. يعني تقول ان الجيت ألف دي عبارة عن ب شرطة تربية زائد ج شرطة تربية ناقص ألف شرطة تربية على القانون اللي موجود في جيت ألف على 2 ب شرطة ج شرطة، تعمل مقص وتبقى ب شرطة تربية زائد ج شرطة تربية ناقص ألف شرطة تربية بتساوي 2 ب شرطة ج شرطة جيت ألف. تعالى بقى في المسألة دي وعوض مكان المقدار ده كله ب 2 ب شرطة ج شرطة جتا ألف، يبقى 2 ب شرطة ج شرطة جتا ألف في ظا ألف ده اللي هو عايزه، ده المطلوب منه في المسألة. أشيل الظا وأكتب مكانها جه على جتا، يبقى 2 ب شرطة ج شرطة جتا ألف في ظا ألف اللي هي ج ألف على جتا ألف، مش هيجيب جتا ألف مع جتا ألف. فبقى عندك 2 ب شرطة
جيم شرطة جاء. طب ده بيفكرك بحاجة فوق، أنت جبت مساحة المثلث اللي هي نص أو شرطة بالشرطة دي جي. طب ما أنت عندك برضه مساحة المثلث نص حاصل ضرب أي ضلعين في بين الزاوية بينهم، يعني أنت ممكن تختار الضلعين دول ما بين شرطة وجيم شرطة. ليه؟ لأن إحنا عايزين نجيب اتنين في به شرطة في جيم شرطة في جاء ألف. فأنت بتقول له بما أن مساحة المثلث بتساوي نص ب شرطة ج شرطة ج ألف، هو قال لك إن المساحة في نص ب 12. قال لك في المسألة إن المساحة ب 12، يبقى أنت هتعمل إيه؟ هتعمل طرفين في وسط الأرض تخلص، يعني من اللي نص دي هتبقى ب شرطة ج شرطة ج ألف دي بتساوي 24. معايا؟ يبقى انت الوقت تقول بما ان مساحة المثلث بتساوي نص ده شرطة دي شرطة جي ألف بتساوي 12، يعني ده شرطة في الجيب شرطة في الجي ألف ب 24. يبقى تقدر تعوض مكان ده شرطة جيب شرطة جي ألف ب 24. يبقى المقدار المطلوب اهو 2 في 24 في 48. يبقى الناتج معاها هيطلع 48. يبقى فكرة حل المسألة هو عايز يجيب ب شرطة زائد جيب شرطة ناقص ألف شرطة في زائد. فاحنا شلنا ب شرطة تربيع زائد جيب شرطة تربيع ناقص ألف شرطة تربيع، وكتبنا مكانها 2 ب شرطة جيب شرطة جت ألف. خلاص؟ الزائد في عبارة عن يعني على جتك، أنت عوضت مكان المقدار الأولاني كله باتنين ب شرطة ج شرطة جت ألف، وشلت الزائد خليت مكانها جي على جتك واختصرت، فطلع الناتج اللي هو عايزه 2 ب شرطة ج شرطة جي ألف، ده اللي هو مطلوب مني. استفدنا بعد كده من المواقع إن مساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين في الزاوية بينهم، أي ضلعين في الزاوية بينهم، دي مساحة إيه؟ المثلث بتساوي 12 جيب شرطة 12، فيبقى ال ب شرطة جيب شرطة جاء ألف بيساوي 2 في 12 ب 24. فعوضنا بقى مكان ال ب شرطة جيب شرطة جاء ألف دي، كتبنا مكانها 24، يبقى 2 في 24 هي 48. خلاص يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى ب. اختار ب، يطلع الناتج ب 8. رقم كام؟ رقم ج يا شباب، ناخد رقم ج، الإجابة تطلع 48. فهمنا؟ فهمنا؟ فكرة حل المسألة إن أنت هتشيل الباء شرطة دي، شرطة مسألة الشرطة دي، وتعوض عنها باتنين بالشرطة، جيم شرطة كفاء ألف، وتفك إن الظاء اللي جيت فكها اللي على جتها، وتختصر يبقى يكون باء شرطة جيم شرطة هي ألف، وبالتالي الناتج هيطلع 2 في 24، لأن أنت عندك مساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين في الزاوية بينهم، فالب شرطة في الجيم شرطة في الجي ألف هتطلع 24. تعوض بقى في المقدار اللي أنت وصلت له، يبقى 2 ب شرطة ج شرطة ج ألف، يبقى 12 24 ب 48. ده الناتج بتاعنا. نشوف التمرين اللي بعده رقم 8. يقول لي في الشكل رقم 8 في المثلث ألف باء ج، عندنا مثلث ألف باء ج، إذا كان سادة رقم 8 ثلاثة ألف باء ج، إذا كان قياس زاوية ألف تساوي 60 درجة، فإن واحد زائد ألف شرطة على جيم شرطة زائد شرطة على جيم شرطة مضروبة في واحد زائد ألف شرطة على جيم شرطة ناقص ألف شرطة على جيم شرطة. طب فكرة حل المسألة إيه هنا؟ أنت عندك عايز تجمع كسرين. لو احنا شلنا الواحد ده وخليناه حسب المقام المتكرر، يعني القوس الاولاني ده في جيم شرطه موجوده، فممكن نخلي الواحد ده جيم شرطه على جيم شرطه، والقوس التاني ممكن نخلي الواحد ده شرطه على جيم شرطه. خلاص ونوحد المقامات بتاعتنا ونشتغل عادي خالص ونصفي المساله بتاعتنا. طيب تعالوا كده يا شباب ازاي نشتغل. زي احنا قلنا الواحد ده هنخليه، ركزوا معايا، الواحد هيخليه جيم شرطة، يقول له جيم شرطة على جيم شرطة،
ألف شرطة زائد ألف شرطة على جيب شرطة زائد ب شرطة أجيب شرطة قوس أهو قوس أهو القوس التاني هيقول ب شرطة على ب شرطة زائد جيب شرطة على ب شرطة ناقص ب شرطة على ب شرطة واحد من كماطة الكسر الأولاني الجيم شرطة تحت وفوق تبقى جيم شرطة زائد ألف شرطة زائد ألف شرطة ناقص ألف شرطة جيم شرطة بعد كده يقولوا زائد ألف شرطة في الشرطة قولوا ألف شرطة في جيم شرطة وبعدين ناقص ألف شرطة تربيع بعد كده زائد للشرطة تربيع زائد للشرطة مع شرطة ناقص هنضرب للشرطة في ألف شرطة ألف شرطة للشرطة اتفضل عندي رقم مبسط مبسط التمرين كله يبقى عندنا ايه؟ في اختصارات يعني انت عندك الالف شرطة جيب شرطة كل واحد الف شرطة جيب شرطة بالزائد الالف شرطة ب شرطة مع سالب الف شرطة ب شرطة طيب ايه الناتج اللي بقى عندنا؟ بقى ب شرطة تربيع وتجيب شرطة تربيع ب شرطة تربيع شرطة تربيع وعندنا ايه تاني؟ ناقص ألف شرطة حاول تبقى فورمة لآخر ناقص ألف شرطة تربيع وبه جيم وبه جيم الرابع ب شرطة ب شرطة الجيم الرابع ده وب شرطة ب شرطة زائد زائد ب شرطة جيم شرطة كل ده على ب شرطة جيم شرطة ده بيفكرنا بقانون المشاركة خدناه ممكن نجزأ ناخد المجدول ده لوحده كده نقسمه على ب شرطة جيم شرطة ناخد المجدول التاني نقسمه على ده طب الأولاني هيفكرنا بإيه؟ لما أقول ب شرطة تربية زي جيب شرطة تربية ناقص ألف شرطة تربية على ب شرطة جيم شرطة وهنا اتنين ب شرطة جيم شرطة على ب شرطة جيم شرطة دول لما يتقسموا مع بعض ده بيفكرنا بإيه؟ في حاجة ناقصة يعني كنا كتبنا اتنين تحت هنا في المقام ده كان هيفكرنا بمقابلة جتا ألف خلاص يبقى ده عبارة عن اتنين جتا ألف يعني نعمل ايه؟ نضرب ده في اتنين ونقسم على اتنين نضرب هنا في اتنين كده واسمع كده خلاص قوينا القانون بتاعنا عشان كل ده كتبنا جتا ألف والاتنين بره هنا اتنين على واحد باتنين لان ب شرطة ج شرطة تقتصر على ب شرطة ج شرطة خلاص كده وصلنا للحل لان هو قال لك زائد ألف ب 60 وجتا 60 بنص يبقى اتنين في نص زائد اتنين يبقى اتنين في نص واحد واحد اتنين تلاتة يبقى الناتج بتاعنا هيطلع بايه؟ بتلاتة يبقى فكرة الحل ان انت هتبسط مسألتك وابسط صورة وتشتغل عادي خالص توحيد مقامات وتصفي مسألتك تعمل مقص طرفين في وسطين ايه وتصفي التمرين بتاعك وتشوف كده في الفيديو كان الموضوع مهم جدا المسائل دي يعني قبلتك قبل كده يا شباب هتلاقيها موجودة في امتحان المعاصر انت ده موجود منه والناتج بتاعها 3 خلاص يبقى في الفيديو وانت خطواتك هنشتغل عادي ونعمل ترفيه في وسطين ونصفي التمرين بتاعنا ونشتغل يعني ايه في التمرين بسيط خالص ما تقلقش من ايه من اللي هو كاتبك ما تقلقش هتشخصها ان شاء الله تعالوا كده بس اشتغل تتربيع بعد كده زائد جيب شرطة ألف شرطة تربيع هنلاحظ إن ألف شرطة تكعيب رحنا ألف شرطة تكعيب يبقى عندك بقى شرطة تكعيب زائد جيب شرطة تكعيب ده مجموع مكعبين نقدر نحلله قوس صغير قوس كبير وده شرطة ده شرطة وده شرطة تربيع
ولا اجيب شرطة تربيع ونضرب، وهنا تبقى ساوي ب شرطة ألف شرطة تساوي ب شرطة ألف شرطة. تقدر تاخد طبعا ألف شرطة عامل مشترك يعني، تعالى اكتبها تاني، ألف شرطة ألف شرطة تربيع. هنا لو خدنا في الكسر التاني ألف شرطة عامل مشترك هتبقى ايه؟ شوف كده ألف شرطة هناخدها، بقى شرطة طبعا ألف شرطة تربيع كلها كده، ألف شرطة تربيع مكررة. فيبقى بقى شرطة زي الجيم شرطة. لاحظ ان الفلوس ده هيروح مع الفلوس اللي هنا. فيبقى عندك ان بقى شرطة تربيع، نشوف بقى شرطة الجيم شرطة زي الجيم شرطة تساوي ألف شرطة تربيع. ده بيفكرنا طبعا تربيع، ده بيفكرنا بالقانون يعني. قلنا بقى شرطة زي الجيم شرطة يعني شرطة تربيع زي الجيم شرطة تربيع، بس ألف شرطة تربيع ده بيفكرنا بالقانون يعني نقدر نعوض عنه بدلالة القانون اللي خدناها. طبعا يعني الألف هي اللي اتعدت، يبقى جتا ايه؟ جتا هو عايز يزود ألف في المسألة. هنحاول نخلي التمرين بتاعنا شكل القانون يعني. هنعمل ايه يا أستاذ؟ تعالى كده بس نظبطها. نودي بين شرطة بين شرطة الناحية التانية، هتبقى بين شرطة تربية. نودي بين شرطة تربية، أنا بين شرطة وشرطة، نودي بين شرطة تربية هنا، يبقى أنا أسوي شرطة تربية. طب لو قسمنا الطرفين على بين جيم، حاول ده اكيد مسألة كاس، هنعمل اسم هنا وزين، اسم هنا وزين، عشان كمان نجيب شرطة، نجيب شرطة، نجيب شرطة. ركزي معايا. قربنا من القانون اهو، اكيد قربنا هنا بواحد، ده بيفكرنا بقانون الجتا لسه ناقصها اثنين تحت. بسيطة تقول ضرب هنا في اثنين، تحت يعني في المقام، وضرب في البسط في اثنين. يبقى انت كده عدلت ايه؟ عدلت مسألة. تمام؟ تقوم كاتب اثنين زي ما هي، يبقى عبارة عن جتا ايه؟ جتا ألف. يعني جتا ألف هتساوي واحد على اثنين، هنقسم على اثنين يعني هي بنص، هتبقى زاوية ألف تساوي 60 درجة. هي زاوية ألف تساوي 60 درجة، الزاوية اللي جبت تمامها نص اللي جاب 60 درجة. دي كانت خطوات الحل. قدامنا هي واضحة على الشاشة اهيت، وقف الفيديو واكتب الحضارة براحتك وايه؟ وصفي. هل المزيه تنزل ده يشتغل فيه؟ ما تقلقش، 10 من 10 نشوف كده مع بعض. 10 نعملها مع بعض الاول، والمربع بتاعنا نرسمها هنا بهدوء كده عشان نفهم. هل يبدا جيم جيم ده مربع؟ بس يعني التمرين باين هو طويل شويه، هنقول ده اربع يا شباب. حاول نعدلها كده، شوفوا الامور واضحه. طبعا ده مربع يا اولاد، مفهوم المربع القطر بيس زي الرأس يعني هنا 45 درجه. اللي ده قطر دي 45 درجة زيها. طبعا ده عمودي، ده عمودي. هو بيقول في المسألة باء جيم بيساوي تلاتة مثال جيم هاء، يعني باء جيم تلاتة وجيب هاء جزء مثلا. لو فرضنا ان ديت اي رمز مثلا لام، بتبقى ايه؟ تلاتة لام. احنا عندنا هنا ب 45 الضلع المقابل ده 45 يعني ده الخلاصة الصوت الصافي هنا، يعني دي لام تبقى دي زيها لام. طيب ايه هنستفيد ايه تاني؟ من هنا لام، من هنا تلاتة لام، نقدر نجيب المقاسيم كلها من الثسارس. هنقول لام تربيع زي التلاتة لام تربيع، يبقى تسعة لام تربيع، تبقى 10 لام تربيع كلها نجاز لها، يبقى جذر 10 لام، يبقى جذر 10 لام. المسدس القائم اللي هنا، وهنا لام، وهنا لام، نقدر نجيب الضرب اللي هو جذر 2 لام او لام جذر 2. كده خلاص قربنا نخلص التمرين. ليه؟ لان اصبح عند المثلث في ضلع المثلث المعلوم بتاعنا هنا جذر 10 لام، وهنا بلام جذر 2 او جذر 2 في لام، وهنا 1 لام او لام. وانت عايز الزاويه دي، تقدر تستخدم قانون جيب التمام اللي هو جذر. هنسمي الزاوية هنا طبعا، ده اسمه هي سين، وهنا باء، وهنا الأمور بقت سهلة خالص أهي. نقدر بقى نكتب القانون ونشتغل. فكرة الحل إن أنت هترسم يعني الشكل بره كده، أو تعمل على الرسمة زي ما جابها لك، وتعمل خطوات. بس ده المفروض منك في الحل. الضلع ده تربيع، يعني مربع الضلع اليمين، مربع الضلع على الشمال بتاعت الزاوية، ناقص مربع الضلع المقابل، يعني كده سين اللي هو عايزها. هنرجع على طول بقى الولاد، فاهمين طبعا ان انا بقول يعني هربع عدد و10 لام تربيع، هربع 10 لام بقى. هنرجع عدد
تبقى 2 ريال تربيع ناقص مربع اللام اللي تحت اللي هي لام تربيع اهي على 2 في جذر 10 لام في جذر 2 لام. خلاص نقدر بقى يعني نصف المسألة، تبقى هنا 100 شهر 10 وشهر 12 12. هنا هنا المربع يبقى سالب 4 سالب 4 3 مليون. خد بالك احنا كنا ربعناه 4 16 يبقى 10 و2 12 ناقص 16 يبقى سالب 4 بالتربيع. والرقم عندك 2 في جذر 10 في جذر 2 جت يا سيدي سالب سالب واحد على جذر 5. الإجابة بتاعتنا ج 25 في 2 يعني جت تساوي 2 جت الزاوية عايزين نجيب جاز كده نحسب المثلث بدل 5 في الربع الثاني. طب هو عايز الجت مش الجت يا مستر، طب هنعمل ايه؟ انت عندك الجت بسالب 1 على جذر 5. طيب خد بقى هتعمل شكل زي ده كده، تعمل سالب مش الجت سالبة سالبة في الربع الثاني. الربع الثاني احنا شغلنا ربع اول ربع ثاني ناخدش الرابع عشان زاوية مثلث، فتعمل مثلث قائم هنا في الربع التاني يبقى الجتا تلات سالب. ودي السيتا بتاعتي، الجتا عبارة عن مجاور على وتر، يعني المجاور هيبقى سالب واحد والوتر جذر خمسة. تقدر تجيب ده نص صوص تلات تاني تربع جذر خمسة تربع الراح وتطرحها في مجال الجذر هتبقى خمسة ناقص واحد بأربعة اجريها باتنين، يعني الجذر ده باتنين. خلاص بعد كده تقدر تطلع بقى الجا تقول له اذا جا زي س اللي هو عايزها الجا مقابل على وتر هيبقى الناتج السيتا هنا مقابل باتنين. يبقى الإجابة بقى الوتر اللي هو جا س يساوي 2 على 5 اللي هي 2 على 5. طيب في الربع التاني بص احنا ما حدش عملها في الربع الأول يا ولاد، دي جتا سالبة، فجتا سالبة في الربع التاني طبعا 2 و4 بس انا ما حدش عملها في الربع المثلث، يا اما تبقى زي حتى يا اما زي المفرد. خلاص شوف التمرين اللي بعده، بيت يعني مجموع أرباع المثلث الأول بس هو مجموع أرباع المثلث التاني. أنت عندك ألف دال طلع مشترك، يعني تستنتج من ألف جيم زائد جيم دال هتساوي ألف ب زائد دال ب. ليه يا ولاد؟ لأن الموعدين كانوا زي بعض. طيب في ضلع ناقص، عندك قصة وسط تقدر تساعدك تجيب لك ال ب دي، يعني القطعة دي كلها تبقى 100 من 9 ونص مربع ال 80 مربع ال 80 ال 60 لما نجيب الجذر هيطلع طلع كله بايه؟ ب 100. تعال نعوض بقى هنقول الجيم كده 80 وعندك الجيم ده نسيبها زي ما هي الالف ب 60 والدال ب عبارة عن 100 ناقص جيم ده 100 ناقص جيم ده نطلع بقى الجيم ده يبقى 80 20 60 بقى 20 زائد جيم دال تساوي 100 ناقص جيم دال يبقى 2 جيم دال ده بعصر اشارة وهنا 100 ناقص 20 جيم 80 نقسم على 2 جيم دال هتطلع 40 سنتيمتر. انت جبت جيم دال ب 40 وعندك الباقي 100 ناقص 40 ب 60 كده كده معايا. يعني ده المثلث على الشمال والمثلث على اليمين، نجيب الف ده هنا تربيع وده تربيع مثلث واحد، يعني انت عندك الالف ده تقدر تطلعها هنا المثلث ده وده برضه شباب مستفيد من فكره ان ده مثلث قائم، يعني اقدر اطلع جتا الزاويه المقابله للالف ده زي المثلث الكبير اللي هو جتا بيه او مدور على وتر. فهمتوا؟ يعني نشوف فكره كده اسهل من الحل يعني. خلاص بنطبقها مع بعض اللي هي هنقول الف ده التربيع نشتغل بقى في المثلث ايه؟ المثلث اللي على الشمال اللي تحت خلاص اللي هو الف ب د. ركزوا معايا كده اقول له الالف ب التربيع بيساوي الاربع دول على اليمين ستين تربيع والدول على الشمال الزاويه اتنين تربيع ناقص اتنين حسب ضرب الدولارين هو ستين في ستين زي جتا ب. طب احنا عارفين ان الجتا ب يا مستر ودور على وسط المثلث الكبير اللي هي 60 على 100 يبقى تقول له بقى الالف دلتا هي بتساوي 3600
زائد 3 ناقص 100 زائد كذا ناقص 10 سالبة نحط الصفرين 2 في 16 12 12 في 6 72 جتا ب جتا مدار الرطب احنا ليها كام؟ 60 على المجلس الصفرين مع الصفرين هنا يبقى 3600 و3600 حط الصفرين 6 و6 12 4 و5 7 ناقص حط الصفر من 6 ل 12 6 7 8 1 43 هنطرح 10 ناقص 2 8 11 ناقص 3 هنجينا 7 11 ناقص 3 11 ناقص 8 يا اولاد 1 تاني كده يبقى 10 24 جذر 5 سنتيمتر. خلاص هي دي فكرة حل ايه؟ المسألة اللي احنا استفدنا ان هو مسدس قائم فجأة يعني بيها عبارة عن دايرة على ايه؟ دايرة على القطر. خلاص؟ نشوف التعميل اللي بعده يبقى دي الإجابة بتاعتنا هنختار ألف اللي هي ايه؟ 24 جذر 5. شوف التعميل اللي بعده رقم السؤال اللي بعده دلوقتي خلاص نعوض كده احنا عارفين ان الجتا ب عباره عن ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناخد من الأول ب ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ب شرطة تربيع على اتنين في ألف شرطة في ايه؟ في كمان في شرطة لاحظ ان في ألف شرطة موجودة عندك يبقى تضرب في ألف شرطة مضرب بعض بيساوي التانية برضه هنعمل نفس الكلام مكتوب بجتا ألف تربيع ناقص ألف شرطة تربيع على اتنين ب شرطة اتنين شرطة احنا عندنا تحت ب شرطة تتربع معاه خلاص نختصر كده يا ولاد الاتنين هتروح مع ايه؟ مع الاتنين والجيم شرطة هتروح مع ايه؟ مع الجيم شرطة نتصف مسؤولية ب شرطة تتضرب هنا تبقى ألف شرطة تربيع ب شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ج شرطة تربيع ناقص ب شرطة أس 4 ده الأيمن الطرف بقى الأيسر ألف شرطة تربيع تتضرب هناك تبقى ألف شرطة تربيع ب شرطة تربيع زائد ألف شرطة تربيع ج شرطة تربيع ناقص ألف شرطة أس 4 تعالوا نختصر ألف شرطة تربيع ألف شرطة تربيع روح مع بعض ألف شرطة تربيع بيه شرطة تربيع قدام الوحي يعني هيتفضل عندنا ده شرطة تربيع جيب شرطة تربيع نحاول نجيب فرق مع بعض زي مثلا مع بعض ده شرطة تربيع تبقى شرطة تربيع تيجي هنا تبقى ده شرطة أس 4 ناقص ألف شرطة أس 4 ونمد الناحية التانية تبقى ده شرطة تربيع ده شرطة تربيع زائد ألف شرطة تربيع فيبقى 40 فالقوس ده هيروح مع إيه؟ مع القوس ده طبعا إما أوي يعني أنت ما ينفعش أنت تحتفل برضه يعني تقول إما وصلت المقدار اللي كنت تصفرها عشان ما ينفعش تلات أولاد لأن يبقى فيه المقدار ده ما ينفعش يعني ما ينفعش تقسم المقدار على المقدار لأن يبقى صفر يعني فالقسم على الصفر يقسمها معاك أنت تحاول تعمل حاجة صفرية وتاخد عامل مشترك يعني تاخد ده شرطة تربيع مثلا شرطة تربيع كده عامل مشترك يبقى هنا هيجي شرطة تربيع ده هيجي الناحية التانية بعكس الإشارة أنت خدت ده من ده ويبقى من هنا يبقى ناقص اللي هي ده شرطة تربيع بقى ناقص ألف شرطة تربيع لأن أنا بعكس الإشارة تقول له إما أو إما إن ده شرطة تربيع شرطة تربيع يعني ده شرطة شرطة أو إن تجيب شرطة تربيع بتساوي ده شرطة تربيع زائد ألف إيه؟ شرطة تربيع وديته من ناحية تانية بعكس الإشارة فده معناه إن هو مثلث قائم وده معناه إن هو مثلث مستوي صافي. يبقى إحنا كده أثبتنا إن هو مثلث إما قائم الزاوية أو مستوي صافي. طبعا قائم الزاوية في زاوية ألف لما نجيب شرطة تربيع لأن مثلث قائم مربع الوتر بيبقى أكبر من شرطة تربيع زاوية ب شرطة تربيع زائد ألف إيه شرطة تربيع يبقى مثلث قائم الزاوية أو مستوي الصافي. تعالى نتنقل للتمرين اللي بعده خد ده سبعة مثلث قائم أنا كنت هتوصلها بالثلاث الأس كده المؤلف
حرفين هاء ألف وهاء باء فهنوصلهم لبعض. أدي هاء أهي موجودة معايا في التدريج هنا. كل الألف هاء طولها بستة، ولا بعشرة، ألف هاء بعشرة، من عشرة سنتي، والقطعة التانية بستة سنتيمتر، ده مثلث قائم الزاوية. ماشي؟ هو بيقول لي إن التلات زوايا مش زي بعض، طالما التلات زوايا زي بعض يعني كل زاوية فيهم تبقى 120، لأن هو لقيت إن نص الكون بلغة من كل زوايا متجمعة حول نقطة، هتبقى قياس كل زاوية منهم 120 درجة. خلاص؟ طيب احنا هنعمل ايه بقى في المسألة ديت؟ اكتب كده معايا. عندي هنا 10 وهنا 6، يعني زي 120 ممكن نطلع الألف ب. تمام؟ هنا طلع الألف ب من الألف ب تربيع، لأن الزاوية موجودة. خلاص؟ لاحظ إن هو مثلث قائم، تقدر تستفيد بقى إن الألف ب تربيع دي تساوي ألف ب تربيع ناقص ب تربيع. عشان نشوف شوية المسألة دي يا شباب. تعالوا كده بس نبدأ بالموضوع السهل بتاعنا، احنا هنطلع ألف منه ونشوف فكرة، نحاول نشوف 30 ناقص 2 في 10 في 6، 2 في 6 في 10، شايفين معايا؟ في طبعا جت ناقص 2 في 6 في 10 في 10 في 120، جت 120، نطلع ألف ب نجمعها مع بعض، هي 36 120، جت 120 هي جت 60 في الربع التاني، يعني جت 60 بنص، إن شاء الله تتغير تبقى الموجب، يعني 136 زائد 60، 3 بستة، 6 بستة هي 6، 3 بستة 9، 196 هنقول ب جذر 14. جبنا القطعة اللي هي 14 سنتي. تمام، القطعة دي وليكن اسمها س مثلا، القطعة اللي هي ج دي، وناخد المثلث التاني بقى نجيب ألف ج تربيع منه، ونجيب المثلث اللي بعديه ونجيب القطعة اللي هي ج منه، ونشتغل بالقصة فرص علاقة تربط بين 14 والضلع على الضلع ده، فإن يبقى فيها معادلة متغير واحد اللي هو الس، يعني حاول بس كده نشتغل مع بعض ونسى ألف هاء ج. عندي الألف ج تربيع بتساوي الأربع ضلع اليمين يبقى 100، الأربع ضلع الشمال تبقى س تربيع، ناقص 2 في 10 في س تبقى 20 س، في جتا 120، قلنا جتا 120 عملنا مساوية سالب ايه؟ سالب نص. هيطلع ناتج 100 س تربيع زائد 10 س، ده ألف ج تربيع. نفس الفكرة هاخد بقى الضلع التاني هو الباء ج تربيع، هقول له باء ج تربيع بيساوي هنربع ضلع اليمين تبقى 36، هنربع ضلع الشمال تبقى س تربيع، ناقص 2 في 6 في س ب 12 س، في جتا 120 هي سالب نص، سالب في سالب بالموجب، نص تبقى 36 زائد س تربيع زائد 6 س. عارفين طبعا سالب نص ايه؟ لان جتا 120 سالب نص وسالب في سالب بالموجب. تعالوا بقى نربط بين الثلاثة على بعض. انت عندك ده مثلث قائم اهو، هنا ألف ب ج، عندك الضلع هنا 14، وهنا انت طلعت الالف ج تربيع وطلعت الباء ج تربيع، تقدر تقول بقى بما ان الالف ج تربيع تساوي الالف ب تربيع زائد الالف ج تربيع، اذا تقدر تعوض مكان الالف ج تربيع اللي عندك وتختصر، يعني الالف ج تربيع اللي هي 100 مطلعينها هنا وتعرفوا ايه 100 زائد س تربيع زائد 10 س بيساوي الألف ب تربيع، الألف ب تربيع بكام؟ 196 يا أستاذ، يعني 4 على 14 زائد الطلع التاني اللي هو بيجي تربيع، كنت طالعينها فوق أهي 36 زائد 6 تربيع زائد 96 تربيع، أكتبها 36 زائد 6 تربيع زائد 96، هتساوي الأرقام مع بعض، نطير الـ 6 تربيع مع الـ 6 تربيع، نختصر يعني
يبقى عندك ايه؟ المية تتعدى هنا الناحية التانية تبقى 96، تروح منها يعني، وهنا 96 تروح الناحية التانية، تبقى في 36 كمان هي تتجمع معاها يعني، زي 36، يعني تربط المية الناحية التانية معاها بالعكس الإشارة، ودي 96 تروح 4 تروح 10 سين، 6 6 12، 10 تروح 13 بتساوي 4 سين. تقدر تقسمها على 4 تبقى س بتساوي 13 على 4 في 3 يبقى 1، 12 على 3 على 4 فيها 3، طلعت س ب 4 ل 33 سنتيمتر، دي القطعة اللي هو عايزها اللي هي الهاء ج، يبقى طلع الهاء ج اللي هو الس اللي هو كان بتاعته في المسألة ب 33 سنتيمتر. دي كانت 11 حل يا شباب، مسألة فيها شغل كتير. الخطوات كلها وقف الفيديو ده، الخطوات بتاعتك كده بيتو. الخطوات كلها بتوضح حرف اهيت. اللي مش فاهم يوقف الفيديو ويرجع تاني، الخطوات بيهدوء كده وتحلها تاني براحتك. وكان عندي مجموع زوايا جمعناها حول النقطة كلها، كان تقريبا 3 مثلثات. خلاص يبقى انت ده المقابل موجود هنا وموجود هنا، حاول كده تركز معايا. الثلث الاول هنبدا فيه اللي هو الف باء ميم، قلنا ان المثلث بتاعنا هيبقى ايه؟ الف باء ميم، عندي جتا الف بتساوي، هنربع الضلع اليمين والضلع الشمال، سين تربيع سين تربيع مع سبعة ضلع ضلع مقابل اللي هي 3 و 4 و 9 على 2 سين سطر حصل ضرب الضلعين. طيب ناخد المثلث التاني هنا برضه، يعني لاحظ ان جت الف نقدر نطلعها من المثلث الكبير، نحاول كده نبسطها مع بعض. المثلث الكبير ده جتها من جبر على الوتر، ده اسهل لان انت لو بسطت المساله قدامك هتتكسر، ولما كده جت الجتا وصلوا بعض في الاكاس هتبقى صعبه شويه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشوف النسبه بتاعت الجتا قبل بكام؟ يعني جتا من جبر على الوتر وتقول ان هنا من المثلث الكبير يبقى جاي من الوسط والوتر كله اللي هو 3 سي هيساوي س تربيع زائد س تربيع ناقص 9 على 2 س ناقص 9، تستخدم س مع س بتعمل نقص، هتبقى س تربيع بتساوي 3 س تربيع زائد 3 س تربيع ناقص 27. ماشي، يبقى هنا نقص تربيع هنعدي الناحية دي تبقى 3 س تربيع زائد سبعة تربيع، هنحط مثلا سبعة تربيع عنها، 27 مرتين الناحية التانية، 27 على الواحد واحد، كلمة على الواحد، أربعة في المثلث ألف باء ميم مثلا اللي جنبه، نقدر نقول له جتا ألف برضه هشتغل على جتا ألف، جتا مدور على الوتر، برضه نفس الفكرة. بس المرة دي الضلع هيبقى الاثنين، يعني هنا 2 س وهنا ص، فتبقى س تربيع. لما ركزوا كده معايا الضلع هنا مش شايف المثلث دلوقتي ألف باء ميم ده، هاخد س تربيع زائد 2 س في التربيع، وهنا المربع هتبقى س تربيع 2 س لما تربع تبقى 4 س تربيع ناقص ربع ضلع مقابل اللي هو 16، يعني بعد ما تطلع 16 زي المثلث اللي فوق على التين في ص في تين س. قلنا الجتا ألف المثلث الكبير مدور على الوتر اللي هي ص على 3 س، المثلث الكبير وفوق اهو جتا مدور على الوتر ص على 3 س، هنا ص على 3 س. طبعا احنا كمان هنا ورد ورق وقلم عشان نشيل السين مع السين، نوع النقص وتبقى س تربيع
تساوي 3 س تربيع زائد 12 س تربيع ناقص 8 و40. نودي الناحية التانية بعكس الإشارة، لازم هي 4 ضرب ضربها يبقى 4 س تربيعها، تطرح منها 3 زائد س تربيع تساوي 12 س تربيع ناقص 8 و40. تمام، يعني دي علاقة رقم 2، عندنا الأربعين علاقة واحد وكل حاجة مع بعض، يعني الحزب الأرقام مع بعض. تمام، نحفظ هذا، نحن نستخدم طريقة التعويض أو طريقة الحسب. استخدم طريقة التعويض في الحل، معادلة واحد معادلة اثنين، نقدر نعوض مكان الصفر التربيع دي 12 سنين تربيع ناقص 48 المعادلة اللي فوق، 3 س تربيع زائد 12 س تربيع ناقص 48 س تربيع ده هنعمل هنا في المعادلة اللي فوق، ونعوض التعويض من واحد أو الاثنين في واحد، هتبقى 3 س تربيع معايا س تربيع ممكن مكانها 12 س تربيع ناقص 48 تساوي 27، يعني تبقى 15 س تربيع تساوي هنعد 48 ناحية التانية، 7 ناقص 15 5 و 7، وبالتالي س تربيع تبقى 5 و7 ناقص 15 تبقى 5. يلا س هتساوي جزء 5، جبنا س بجذر 5، أجب ما جبنا س بجذر 5 نقدر نعمل إيه بقى يا ولاد؟ نقعد في المعدل اللي فوق عشان نجيب قيمة الصاد س تربيع بتساوي 12 في مربع قيمة السين، السين عندك جذر 5 تربعها 5، يعني الصاد تربيع 60 ناقص 48، الصاد هتساوي جذر التربيع لل 12 يطلع 2 جذر 3، تمام. جبنا السين وصاد، وعايز بقى محيط المثلث أ ب ج سنتيمتر. هنرسم مثلث تاني كده، الأبعاد بتاعتنا الصاد باتنين جذر تلاتة، وعند الألف جيم كلها موجودة جذر 5 وجذر 5 وجذر 5، يبقى 3 جذر 5، يبقى له 3 جذر 5 تربيع ناقص 2 جذر 3 تربيع، يطلع الناتج بجذر 33، وبالتالي نقدر نجيب محيط المثلث، نجمع 2 جذر 3 زائد 3 جذر 5 يطلع الناتج تقريبا 16 سنتيمتر، يعني نجمع الثلاث أضلاع اللي عندي في المثلث لأنه كان عايز الأقرب سنتيمتر. نجيب مين؟ نجيب الصاد، نقعد نعمل مثلا بتاعت الصاد تربية بالفوق دي، تمام؟ نجيب السين جذر 5 ونجيب التعويض، إذا الصاد تربية بتساوي 12 جذر 5 تربيع ناقص 48 دي كانت خطوات الحل شباب. طلع المحيط ب 33 سنتيمتر، جمعنا 3 أضلاع 2 جذر 3 زائد 3 جذر 5 زائد جذر 33. السؤال اللي بعديه رقم 2، هنعوض مكان ألف شرطة تربيع وب شرطة تربيع وب شرطة تربيع ونختصر المقدار عشان نوصل للطرف الأيسر. هنا بالتعويض هنلاحظ إن 2 ألف شرطة تربيع و 2 ب شرطة تربيع و 2 ج شرطة تربيع ناقص 2 ب شرطة ج شرطة جتا ألف ناقص 2 ج شرطة ألف شرطة جتا ب ناقص 2 ألف شرطة ب شرطة جتا ألف جتا ج، هنوديهم الناحية التانية بعكس الإشارة ويطرحوا مع ألف شرطة تربيع وب شرطة تربيع وجيم شرطة تربيع، فيتبقى سالب ألف شرطة تربيع سالب ب شرطة تربيع سالب جيم شرطة تربيع بتساوي، هيبقى عندي سالب 2 أخدها عامل مشترك من بقية الحدود، ناخد السالب 2 مشترك وهنا ناخد السالب عامل مشترك من المقدار اللي عندنا، فبالتالي ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع زائد جيم شرطة تربيع تساوي 2، وأفتح قوس ب شرطة جيم شرطة
جتا ألف. وكده خلصنا مسألة أثبتنا إن الأيمن بيساوي الأيسر. شوف التمرين اللي بعده، احنا بنقول اثبت ان ظا ألف على ظا جيم تساوي الأيسر. فكرة الحل إن احنا هنخلي ظا ألف عبارة عن جا ألف على جتا ألف، والظا جيم جا جيم على جتا جيم، القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني. هنبدل الجتا جيم مع جتا ألف عشان تبقى جا ألف على جا جيم، ناخدها في طرف، وتبقى عندي جتا جيم هنعوض بالقانون بتاعه اللي هو ألف شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص جيم شرطة تربيع على اتنين ألف شرطة ب شرطة، ونعوض مكان الجتا ألف بس هنقلل الكسر لأن الجتا ألف في المقام. نقول له ب شرطة تربيع زائد جيم شرطة تربيع ناقص ألف شرطة تربيع على اتنين ب شرطة جيم شرطة. بعد كده نعوض مكان ألف شرطة على جا ألف على جا جيم بألف شرطة على جا ألف شرطة على جيم شرطة، يعني هنشيل الجا ألف والجا جيم ونعوض عنهم بالنسبة اللي خدناها، النسبة بين جا ألف وجا جيم تساوي ألف شرطة على جيم شرطة، ونختصر اتنين مع اتنين والبا شرطة مع البا شرطة. تمام، ونلاحظ إن المقدار اللي عندنا هيختصر لأن ألف شرطة هتروح برضو مع ألف شرطة وجيم شرطة هتروح مع جيم شرطة، فيتفضل عندي المقدارين عليهم دوائر دول. دي أبسط صورة للمسألة. وكده إيه، نكون انتهينا من المسائل كلها يا شباب. كان معاكم مستر وسام، إن شاء الله نكمل بقية الامتحانات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.